تعالوا نعمل مع بعض القرقيش الفلاحي بنص كيلو دي، هتعملي اكبر كميه، سهله وسريعه واقتصاديه وما بتاخدش وقت، وطعمها تحفه وريحتها كانت بسم الله ما شاء الله جايبه اخر الشارع. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا كده مع بعض ونشوف طريقتنا، ويا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم. اول حاجه بعملها بعمل تيست للخميره، عشان الخميره كان بقالها فتره عندي. معانا هنا كوبايه حطيت فيها نص معلقه كبيره خميره فوريه ومعلقه السكر بالمعلقه الكبيره، وبعد كده جبت كوبايه ميه دافيه خدت نصها بس وضفتها على الخميره وقلبتها بالشكل ده لغايه الخميره والسكر لما يدوبوا معايا تماما. هروح جايه مغطياها كده واسيبها لمده 5 دقايق الخميره تشتغل واشوفها كده كويسه معايا. نبدا بقى نعجن مع بعض. بالنسبه لنص كوبايه اللي فضل معانا ده اللي هنعجن بيه النهارده، تمام. تعالي بقى هنا نشوف الخطوه الثانيه. معانا الكوبايه هعاير بيها 4 كوبايات دقيق، الاربع كوبايات دقيق بيعملوا معايا نص كيلو دقيق. انا خدت نص الكيس اهو زي ما انت شايفه، هضيف عليهم ربع معلقه صغيره ملح وربع معلقه صغيره ريحه الكعك، لو مش حابه ريحه الكعك ممكن ما تضيفيهاش، ضيفي شمر وينسون، تمام. وضفت عليهم كمان معلقتين لبن بودره. هنا بقى هجيب الطاسه واروح جايه حاطه فيها معلقه سمنه واحده بس واحطها على النار تسخن معانا، وبعد كده هضيف عليها معلقه سمسم ني وابدا اقلبها كده لغايه السمسم ما ياخد لون صفار بسيط جدا زي ما انت شايفه كده. اوعي السمسم يتحرق منك، لو اتحرق هيمرر منك في العجين. هروح جايه ضيفاه على الدقيق بالشكل ده. هجيب بقى كوبايه السمنه اللي انا خدت منها معلقه واحده بس واروح جايه ضيفاها على الدقيق وهقلبهم مع بعض كده. بصي بقى الخطوه دي مهمه جدا، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبس الدقيق بالسمنه لغايه الدقيق ما يبقى عامل زي حبات الرمل. بصي مش هياخد منك وقت على فكره، على طول كده هتلاقي ما شاء الله الدقيق اتحول معاكي وشرب السمنه كلها وبقى عامل معانا بالشكل ده زي ما انت شايفه. خطوه البس دي يا جماعه مهمه جدا، ما تستهونيش بيها. هنا بقى معانا الخميره بتاعتنا بعد 5 دقايق زي ما قلت لك ما شاء الله اختمرت معانا اهيت كده، الخميره بتاعتنا شغاله وزي الفل. هروح جايه بقى حطها على العجين، تمام اهو بالشكل ده، واشوف العجينه بتاعتي محتاجه ميه تاني هضيف من النص كوبايه التانيه انا كنت سايباها على جنب، تمام. مش محتاجه يبقى كده خلاص تمام. انا بعجن اهو، طبعا عجينه قاسيه في ايديا وفروله فمحتاجه ميه. هروح جايه ضايفه من نص الكوبايه اللي كنت سايباها على جنب واضيف منها شويه بشويه والم العجينه بتاعتي. شايفاني بلمها ازاي اهو بالشكل ده، سهله جدا والله ومش متعبه خالص ما تخافيش، ما بتاخدش منك وقت يعني في العجن ولا الكلام ده كله. القرقيش ما بتحبش العجن كتير، تلميها كده خلاص. اه بص العجينه بقت طريه معانا ازاي كده، خلاص مش هضيف ميه تاني، يبقى كده خلاص العجينه بتاعتنا مظبوطه وزي الفل. اهم حاجه العجينه تكون ما بتلزقش في ايديا ولا بتلزق في الطبقه كمان زي ما انت شايفاها كده. وعجينه القرقيش بيبقى شكلها خشن كده بالشكل ده، تمام كده اهو زي ما انت شايفاها. طبعا انت لو حابه تعجني بلبن رايب او لبن عادي تمام بدل الميه اللي انا استخدمتها، اللي انت حباه براحتك خالص. هروح جايه بقى حاطه العجينه كده في الطبق وهغطيها بكيس استرتش وهسيبها ترتاح لمده ربع ساعه، ترتاح مش تخمر، هي هتزيد حاجات بسيطه جدا في خلال ربع ساعه. بص يعني زادت حاجات بسيطه. هروح جايه بعد ربع ساعه واخده منها قطعه كده، واهم حاجه ما تهبطيش التخمير منها. هنبدا على طول نلفها على شكل رول كده على الرخامه لغايه لما احس ان سطح العجينه بقى المس معايا وناعم. هروح جايه بعد كده بقى وفرداها ومبططاها ونشوف هنعمل ايه. اهو بصي بططها كده بالشكل ده، تمام. اهم حاجه سمك العجينه يبقى من 2 ل 3 ملي، ما تزوديش اكتر من كده. وبعد كده بقى بقطعت العجين بسكينه الموجوده عندك وابداي بقى قطعها كده بقى، طبعا حسب الطول بقى زي ما انت عايزه، دي حاجه براحتك. وبالنسبه برضو للعرض براحتك، برضو عايزاها عريضه عايزاها رفيعه برضو براحتك خالص. بص السمك العجينه اهو من 2 ل 3 ملي، ما تزوديش اكتر من كده، ان طبعا لسه العجين نحطه في الصاج ولسه هيخمر شويه معانا فهيزيد، تمام كده. هجيب قطعه تانيه واروح جايه برضو لفها كده على الرخامه كده على شكل رول، تمام. وبعد كده هبططها. السمك بتاعنا زي ما قلنا من 2 ل 3 ملي واقصقصها كده. انا طبعا عاملاها الطول بتاعها صغير، مش بنحبها اللي هي الطويله قوي دي، فانا عاملاها ايه الطول بتاعها قصير شويه. ومن الجناب وهنشوفها بعد التسويه برده شكلها عامل ازاي. وبعد كده هقطعها كده العرض بتاعها، تمام.
وتحطيها على طول على صاج الصاج طبعا بتاعنا، ولا كنت دهناه ولا اي حاجة خالص، على طول كده على طول كنت بشيلها واحطها في قلب الصاج مش مدهون اي حاجة. تمام اهو بالشكل ده كده، روح جاي رصاهم كده جنب بعض، بس اهم حاجة تسيبي مسافة، ان زي ما قلتلك لسه طبعا العجين هيخمر معانا شوية كمان، فسيبي مسافة بين كل واحدة والتانية عشان لما يستوي ما يلزقش في بعضه. خلصت اول صاج، وادي كمان تاني صاج معانا نص كيلو ما شاء الله عمل الصاجين دول. هروح جاية مغطياهم بقى بقطعة قماشة كده واسيبهم لمدة نص ساعة يخمر كده معانا والحجم بتاعه يتضاعف شوية، واروح جاية بعد كده مدخلاه على فرن سخن على درجة حرارة 200، وكنت حاطاه في الرف الوسطاني، وسبته بقى لغاية لما خد لون من تحت كده، رحت جاية فاتحة عليه الشواية خد لون كام من فوق، وخلاص كده يعني خد في الفرن ربع ساعة مش اكتر من كده، وكان بسم الله ما شاء الله. بصي الجمال والحلاوة، بصي ما شاء الله جميل جدا، وريحته كانت حلوة قوي قوي، سهل وبسيط ومخدش وقت مننا، وكمان المقادير بتاعته كلها موجودة عندنا في البيت. ان شاء الله هتجربي الطريقة بتاعتي وهتعجبك، سهلة وبسيطة. وما تنسوش بحط لايك على الفيديو وتبقى كومنتات حلوة وتشجعوني، وجزاكم الله كل خير وحسن استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.